البداية مشاهدينا الكرام من خبر إعلان الأمم المتحدة تجديد الهدنة وتمديدها لشهرين إضافيين بين الحكومة وميليشيات الحوثي الإنقلابية. ردود فعل متباينة حول هذا التمديد، خصوصا أن الميليشيا الحوثية لم تلتزم بالهدن السابقة ولم تنفذ بنودها كفتح الطرقات وفك الحصار عن مدينة تعز وصرف رواتب الموظفين الخاضعين لسيطرتها، خصوصا بعد فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء من قبل الحكومة الشرعية. مشاهدينا الكرام، نبدأ بيان الأمم المتحدة على لسان مبعوثها إلى اليمن الذي قال ونشر على المواقع، حيث قال: تم التوافق على تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين وفقا للشروط نفسها، وسوف أكثف جهودي مع الطرفين للتوصل إلى اتفاق على آلية صرف المرتبات بشكل منتظم. وقال إن مقترح الهدنة الموسع سيتيح المجال أمام فتح الطرق وتسيير المزيد من وجهات السفر إلى مطار صنعاء وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر ميناء الحديدة، وسأكثف انخراطي مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل للهدنة بما في ذلك العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها إلى الوجهات المتفق عليها وكذلك عدد سفن الوقود. كان هذا بيان المبعوث الأممي إلى بلادنا. المجلس الرئاسي مشاهدينا الكرام رحب بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين مطالبا بالضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ بنودها. الحكومة أيضا رحبت بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة حتى 2 أكتوبر، والذي جاء بعد التشاور مع الحكومة وموافقتها. وذكرت الحكومة بأن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو ما تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة. إلا أن الحصار لا يزال مفروضاً على مدينة تعز، ولا يزال 4 مليون نسمة من أبنائها يعانون ويل العقاب الوحشي الذي تفرضه الميليشيات الحوثية في انتظار تحقيق وعود الهدنة رغم مرور 4 أشهر منذ سريانها. الحكومة شددت على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف كل الخروقات الحوثية وإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال الفترة الماضية والشروع الفوري في فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز وأهلها من خلال الفتح الفوري للطرق الرئيسية في محافظة تعز وبقية المحافظات، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتعاقدين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. وأكدت في هذا الصدد دعمها الجاد لكافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي 22-16. الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن الهدنة وقال إن اتفاق تجديد الهدنة ليس كافيا على المدى الطويل، وذلك وسط ضغوط دولية من أجل اتفاق موسع بشأنه أن يستفيد من أطول فترة هدوء نسبي منذ أكثر من 7 سنوات. وأضاف بايدن في بيان: كما ذكرت في آخر مرة مددت فيها الهدنة، أدرك أنها رغم كونها خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح ليست كافية على المدى الطويل. كل هذا الحديث عن الهدنة التي تم تمديدها للمرة الثالثة، لكن في ثاني أيام الهدنة الميليشيات الحوثية تقتل طفل في محافظة تعز. هذا منشور من صفحة أنيسة السامعي تقول فيه: في ثاني أيام الهدنة الميليشيات الحوثية تقتل طفلا في مديرية سامع، حيث أقدمت الميليشيات الحوثية المتمركزة في نقطة تقطع بين مديريتي سامع والصلو على قتل طفل في 11 من عمره في ثاني أيام الهدنة المعلنة. وأكدت مصادر محلية أن نقطة حوثية تسمى نقطة أبو هاشم المتمركزة في سائلة موقعة تقع بين المديريتين قامت بشكل مباشر بقتل الطفل أمير ماجد بعد أن أمطرت بالرصاص السيارة التي كان يستقلها مع بعض الأهالي، مما أدى إلى اختراق
رصاص لجسده ليلقى حتفه صباح يوم الخميس. واستحدثت الميليشيات الحوثية تلك النقطة منذ عام لجني الأموال من سيارات المشتقات النفطية وتتخفى وسط غابة من الأشجار للتمويه والتقطع. يذكر أن هذه الجريمة الحوثية هي الجريمة الثانية في يوم واحد بعد إقدامها أيضاً على قنص وقتل المواطن عبد الله حسن سيف بحي كلابة شرق مدينة تعز. طبعاً هي نقلت هذا المنشور من صفحة الإعلامي توفيق السامعي. وشاهد مشاهدينا الكرام صورة الطفل الذي تم قتله أثناء مروره مع أهله في الطريق.